تشوف عندنا مباراة مهمة جدا يوم الجمعة، مباراة مع فريق جيد، فريق نادي الزمالك فريق جيد، اللي هيقول غير كده يبقى غلطان، فريق جيد وفريق محترم وله وعنده مجموعة جيدة من اللاعبين وعنده حارس مرمى ومجموعة جيدة في الدفاع وفي وسط الملعب وفي الهجوم، ولكن هل هم أفضل من النادي الأهلي؟ ها؟ من وجهة نظري إن النادي الأهلي أفضل فريق في مصر بمجموعة ال 30 لعيب اللي موجودين معاه وجهازه الفني، الحاجات اللي أنا عارفها عن الجهاز الفني. فننتظر مباراة جيدة إن شاء الله في يوم الجمعة القادم. ابذل أقصى مجهود ليك كلاعب، اعمل كل اللي تقدر عليه كلاعب علشان الجمهور في النهاية لو لا قدر الله حصل حاجة ولقاك بذلت أقصى مجهود هيطلع يسقف لك، ما عندناش مشكلة. أصل إحنا عندنا كتير فما عندناش مشكلة. بنزعل وبنتضايق طبعا ان احنا ما خدناش البطوله، وحضراتكم بتشوفوا الزعل ده على اللاعبين وعلى الاجهزه الفنيه لو لا قدر الله حصل حاجه، ولكن في النهايه يظل دائما النادي الاهلي. كره القدم فيها ثلاث نتائج، ودايما هقول لحضراتكم هذه الكلمه لانها كلمه مهمه وكبيره جدا بالنسبه لي. فكل اللي اتمناه البشاير جيده إن شاء الله تتأكد هذه البشائر في مباراة يوم الجمعة، تتأكد في مباراة سموحة بعد كده.